قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة هشام مهنا أن الهدنة المؤقتة لوقف إطلاق النار تمثل بادرة أمل لسكان القطاع، مشددا على أن احتياجات الأهالي للمساعدات غير محدودة. وأضاف مهنا أن الهدنة تعطي الفرصة للفلسطينيين ولو لوقت محدود ذلك لتضبيط جراحهم ودفن شهدائهم ومحاولة إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.